تلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا النهاردة ناخد معانا حرف جميل، وحرف الثاء. حرف ثاء، انطق اسم الحرف. يلا يا أصحابي انطقوا معايا الحرف بطريقة صحيحة. ثاء 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 يا أصحابي من الحروف اللسوية. يعني إيه حروف لسوية؟ إحنا عندنا 3 حروف لسوية، يعني بتنطق من على طرف اللسان زي الثاء والذال والظاء. حرف الثاء يا أصحابي من الحروف اللسوية. ثاء ثاء عندنا شكل الحرف منفصل وشكله متصل. نشاط رقم 1، ضع وجها ضاحكا تحت الصورة التي بها حرف الثاء. يلا أول صورة، صورة ثعلب. ثعلب طبعا هنحط لها وجها ضاحكا لان دي بتبدا بحرف الثاء. س اسنان اسنان، مين فينا سمع حرف الثاء؟ احسنتم، ضع وجها ضاحكا. وبعدين صوره، ايوه صوره ثعبان. ثعبان فيها حرف الثاء، نضع وجها ضاحكا. الصوره اللي بعدها صوره ثلج. ثلج برافو، ثلج نضع وجها ضاحكا لان سمعت صوت حرف الثاء. اخر صوره يا اصحابي صوره عين. عين، حد فينا سمع صوت حرف الثاء؟ احسنتم، يبقى كده مش هينفع نرسم وجها ضاحكا. نشاط رقم 2، انطق وصل صوت حرف الثاء بالصوره المناسبه له. يا اصحابي هنا جايب لنا ساء فتحه، ساء ساء ساء، ساء ضمة، سو سو سو، ساء كسرة، سي سي سي، ساء سكون، س س س. طيب يلا يا أصحابي انتوا كده عرفتوا ان في للساء 4 حركات قصيرة، سا سو سي س. دلوقتي يا أصحابي هنسمع، هنشوف كل صورة وننطق الصوت بتاعها ونشوف الحركة بتاعة الحرف أو الضبط بتاع الحرف كان صوته ايه. يلا اول صورة، صورة ثعبان. سو سو ثعبان، ثعبان ثعبان، ايوه احسنتم، اكيد الثاء هنا صوتها سو سو، يعني ساء ضم. يلا الصورة اللي بعدها صورة اثنان. اثنان اثنان، ده رقم 2. يلا يا أصحابي هنا سمعتوا صوت الساء عاملة ازاي؟ جاية مع الحرف الألف، يعني معناها إن هي ساكنة، لأن إحنا لما بنقطع الكلمة أو بنحللها بنحط الحرف الساكن وما قبله، هما الاتنين دايما مع بعض. إس نان إس نان، برافو كانت ساكنة. الصورة اللي بعدها صورة زهرة. زهرة يا أصحابي ينفع هنا صورة زهرة نوصلها بأي ساء؟ هي اصلا ما فيش فيها صوت الساء خالص، زهرات، يبقى مش هنوصلها مع اي حرف من الحروف. الصوره اللي بعدها صوره سي مارون. سي مارون سي مارون سي مارون يا اصحابي هنا صوت الساء كانت سي 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 مارون، احسنتم، ساء كسره. اخر صوره، صوره ثلج. ثلج س س ثلج س، يعني ساء فتحة، أحسنتم. يلا بينا نروح على النشاط اللي بعده. نشاط رقم 3، استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف الساء. يا أصحابي هنا عندي صورة ثلج، أول صورة صورة ثلج. صورة ثلج يا أصحابي دلوقتي إحنا سمعنا صوت حرف الساء فين يا أصحابي؟ في أول الكلمة ولا في وسط الكلمة ولا في آخرها؟ إحنا هنا بنعمل النشاط ده عشان نتعلم نشوف الحرف إحنا سمعناه فين، موضع الحرف موجود فين في الكلمة. أول كلمة ثلج. ثلج يعني الساء هنا كانت في أول الكلمة، أحسنتم، هنحط دائرة في أول الكلمة. إثنان إثنان، شايفين الساء جت بعد الألف، جات في المربع رقم 2، أحسنتم. صورة ثعبان. ثعبان، شاطرين شاطرين، هنا الساء جات في أول الكلمة، برافو، نضع دائرة. طيب يا أصحابي
استمع ثم ارسم دائرة حول حرف الساء فيما يلي: يا أصحابي هنا عندي 4 كلمات، كل كلمة فيها حرف الساء. عايزين نعرف الساء فين ونحط دائرة. أول كلمة كلمة ثلاثة، ثلاثة، الساء جت في أول الكلمة في وسط الكلمة يا أصحابي أهي. يلا بينا نشوف. طيب ثلاثة، الساء في أول الكلمة متصلة. طيب الكلمة اللي بعدها كلمة ثعلبٌ، ثعلبٌ، برافو، في أول الكلمة وكانت حركتها الفتح. بعدين كلمة مثلثٌ، مثلثٌ، هنا الكلمة فيها حرفين ساء، ساء تاني حرف وساء في آخر حرف متصل. طيب الصورة الكلمة اللي بعدها الثقيلة، الثاء، الثاء، الساء هي حبايبي وعندها شدة. يعني ايه شدة؟ يعني معناها ان الحرف اللي عليه الشدة ده المشدد، يعني اتنطق مرتين بس، بيتكتب مرة واحدة بس وبنشدده ونحط عليه الشدة، يعني بنعرف ان الحرف ده اتنطق مرتين. يلا ننطقها كده كمان، أس سا، أس سا، قيلة، برافو، أحسنت. نشاط رقم 4، اكتب حرف الساء. يا أصحابي حرف الساء من الحروف اللي بتحب تعيش فوق السطر، وحرف الساء عنده أخين تانيين اللي هما مين؟ أيوة، الباء والتاء، باء تاء ساء، باء تاء ساء، كلهم يا حبايبي بيتكتبوا بنفس الطريقة ونفس الشكل فوق السطر، ولكن الاختلاف بس بيكون في عدد النقط. سا 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 سا، هنا سو سو سو، سي سي سي، س س س، برافو يا أصحابي. نشاط 5، انظر إلى صورة واكتب حرف الساء مرتبط بالشكل. الصورة قدامنا يا أصحابنا، هنختار حرف الساء ونضبطه بالشكل، يعني هنحط له حركات سواء فتحة، ضمة، كسرة، سكون. أول حاجة يا حبايبي صورة ثوب، سا سا ثوب، أحسنتم. الساء هنا كانت حركتها الفتح. طيب الصورة اللي بعدها صورة، أيوة، سو سو ثعبان، ثعبان، كانت حركتها الضم. الصورة اللي بعدها سي سي ثمار، 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 كانت كسرة، أحسنتم. وبعدين ده رقم اثنان، اثنان، برافو يا أصحابي، اثنان، هنا الساء كانت ساكنة، أحسنتم. يلا بينا ندخل على نشاط رقم 6، كون كلمات من الحروف التالية مع ضبط الحروف بالشكل. يعني عند الصورة وعندي الحروف بتاعت الصورة جنبها لكن متلخبطين، احنا عايزين نكتبهم ونرتبهم بطريقة صحيحة، وكمان في الآخر نجمع الكلمة على بعضها وكل حرف نضبطه بالشكل بتاعه اللي هي بصوته، فتحة أو كسرة أو ضم. يلا بينا، كلمة ثلج، بروف، ثلج، ثلج، ثلجن، ثلجن. الصورة اللي بعدها صورة ثوب، 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 آخر صورة كانت صورة ثعلب، ثعلب، أحسنتم يا أصحابي. نشاط رقم 7، اكتب ما يملى عليك. اكتب ما يملى عليك يا أصحابي، أنا همليك كلمات اللي هي كلمة ثور، لعب، فانوس. يلا بينا نكتب مع بعض كلمة ثور، 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 وبعدين كلمة لعب، لعب، وبعدين كلمة فانوس، فانوس، فانوس. أحسنتم يا أصحابي، إلى أن ألقاكم في حرف جديد. السلام عليكم ورحمة الله.